كشفت دراسة حديثة لمجموعة من باحثي جامعة نورث كارولينا الأمريكية بأنه أخذ استراحة قصيرة ضمن العمل ممكن يحسن المزاج والقدرة الإنتاجية للموظفين، ووجد الباحثون بأنه أخذ راحة لمدة 5 دقائق هي كفيلة وكافية لتخفيف الإرهاق والضغوط الناتجة عن العمل. واقترح الفريق أشكال مختلفة لأخذ الاستراحة كإعداد القهوة أو تناول وجبة خفيفة، وشملت الدراسة نحو 100 شخص كانوا أكثر ميولاً لأخذ فترات راحة غير مجدولة أو محددة، إلا أنها ساعدتهم على رفع مستوى الطاقة وإتمام المهام الموكلة لهم بالوقت المناسب وبجودة عالية. يا ترى فينا نطبق هي الدراسة بكل قطاعات العمل؟